هي الألف دينار. والألف دينار الموضوع هو الثقافة والحضارة والمودرنيزم. دونك هنا عندنا صورة المسجد الأعظم اللي هو تحفة على كل حال من ناحية البناء ومن ناحية الوسائل المتطورة التي استعملت والتي ستستعمل فيه. وبالنسبة لكذلك تأمين الورقة النقدية فيه يعني عدد من الخطوط المجهرية، وكذلك على وجه الورقة النقدية لدينا الشريط الهولوغرافي، كذلك على شطر الشريط الهولوغرافي لدينا قيمة العملة. هذا بالنسبة لوجه الورقة النقدية من فئة ألف دينار الجديدة. وكذلك عندنا لدينا بنفس الوسائل الطبع، هي قطعة لكي ذوي يعني الفاقدين النظر بإمكانهم باللمس يعترفوا إذا كانت ورقة نقدية ذو ألف. وبالنسبة لخمسمائة دينار كذلك، الألف دينار هما موجودين أربعة كذلك دروس هنا، وبالنسبة للورقة خمسمائة دينار موجودين ثلاثة، دونك قادرين يفرقوا بين ألف وخمسمائة دينار. هذا فيما يخص وجه الورقة النقدية. في ظهر الورقة النقدية لدينا يعني ثقافة وتاريخ وأصولة الجزائر، فيها طريقة النسيج اللي معروفة اللي هي من الأصالة الجزائرية واللي موجودة من الشرق والغرب والجنوب إلى آخره، ما هو يعني لو دينوميناتور كومان دو توت لالجيري. كذلك البزمة والأواني إلى آخره. هذا فيما يخص الرسم الموجود على ظهر الورقة النقدية. وفي نفس المضمار لدينا استعمال نفس الشريط او الخيط المؤمن لو فيل دو سيكوريتي كي بلو لارج عريض على القديم، وكذلك فيه صوره بنك الجزائر وقيمه العمله 1000 دينار. هذا كل ما هو يعني يخص الورقه النقديه، ورقتين يعني 500 دينار و1000 دينار، وكذلك القطعه النقديه المعدنيه.